بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله تكون أموركم بخير. أنا سامي غرايب من لجنة طب الأسنان، واليوم جاي أشرح الجزء الثاني من الشابتر السابع، وهيك نكون خلصنا الشابتر كامل. بالبداية بدنا نحكي عن كم فكرة رئيسية مهمة بالخلية. الشابتر بشكل عام بيحكي عن الخلايا، الستركتشر تبعهن، التشكيل عفوا، الوظائف لهن، شو كل خلية بتعمل، كيف كل خلية بتعيش إلى آخره. فمن الأمور اللي تحكي عنها هي الميتوكوندريا أند كلوروبلاست. خلينا بس أشرح نقطة قبل ما أفوت على الميتوكوندريا والكلوروبلاست، معنية فيهم برضه. امسح هذا لانه التسجيل سابق. احنا كبني ادمين خلايانا بدها مصدر طاقه تعيش عليه. مصدر الطاقه هذا اسمه ATP، ادينوسين ترايفوسفيت. هذا هو التركيب الكيميائي له، وهذا هو الاسم طبعا ATP اختصار. كيف جسمنا بصنع ATP؟ بده مواد خام. المواد الخامه هاي مثل الاكسجين، المي بشكل غير رئيسي طبعا، المي يعني هذا تحبوا اشطبوا عليه كمان روضه، الاوتو الاكسجين والسكر بجميع أنواعه، شجر مثل السكروس سيلولوز إلى آخره، عدة أنواع من السكر جسمنا بيستخدمها مشان يصنع هذا ATP. ATP هذا خلايانا بتستخدمه مشان تكمل إشي بسموه السيلولار فانكشن. كل خلية لها وظيفة، الوظيفة بدها طاقة، الطاقة اسمها ATP. كيف مصنع هاي الطاقة أو وين مصنع هاي الطاقة بيختلف حسب نوع الخلية، طبعا بيختلف بالمسمى بشكل أساسي. كيف يعني؟ بالخلايا الحيوانية اسمها ميتوكوندريا المصنع هذا، أما بالخلايا النباتية اسمه كلوروبلاست. نفس الوظيفة تقريبا، أنه يصنعوا مركبات الطاقة هاي، لكن في تعديلات بسيطة عليها. الميتوكوندريا سايت اوف سيلولار ريسبيريشن، كلام معقد لسه، خلينا نشرح أكثر. بس في شيء يمكن سمعتوا فيه اسمه كريبس سايكل. الكريبس سايكل هي بتحكي لك عن عن تفاصيل التفاصيل في كيفية صناعة مركبات ATP وكيف ممكن نصنع الطاقة، كيف بدخل مركب السكر وكيف بتكسر حتى آخر إشي ننتج عنا مركبات الطاقة اللي بدنا إياها. شو الميتوكوندريا؟ هي المكان اللي بيحتفظ بهاي العناصر والمواد الخام بحيث يصنع منها ATP، يعني المصنع. وظيفة الميتوكوندريا إنه يدخل عليها مواد خام طلع من عندها ATP، وهي بتحتوي كل هاي العمليات. الكلوروبلاست لها تقريبا نفس الوظيفة لكن في مكان مختلف. الكلوروبلاست وين موجودة؟ بلانتس اند الجي، بالطحالب، بالعوالق، بالنباتات. اي اشي خلية نباتية بتلاقي فيها كلوروبلاست، اي اشي خلية حيوانية بتلاقي فيها ميتوكوندريا. طيب الكلوروبلاست كيف بيشتغل؟ الكلوروبلاست لانه كونه تغيرت الخلية فرح يصير في تعديل برضو على الفانكشن، وكيف حتى الطريقة اللي بتشتغل فيها. فوتوسينثيسس. شو الفوتوسينثيسس؟ انك تصنع غذاء من أشعة الشمس ومن المي بشكل أساسي. فهاي هي الوظيفة المعدلة زي ما يسموها. عدلنا على الميتوكوندريا لأنها كانت موجودة في الخلايا النباتية، صارت بدها شمس، صارت بدها مي عشان تصنع غذاء لهذا النبات. البروكسيزومز. لما نصنع الطاقة راح ينتج من عنا ويست، يعني أنا وأنا قاعد بصنع ATP زي ما تقولوا أنا قاعد بقصقص أشياء من مركبات ثانية مشان أصنع هذا ATP. طب هاي القصاقيس، هاي الويست لازم أتخلص منها، انه اذا ظلت راح تعمل كوارث مش بس مشاكل. فهون بيجي دور عضيه او اورجانيل. اورجانيل معناه عضيه، اورجانيل معناه شيء داخل السل، اسمه بيروكسيزوم. البيروكسيزوم وظيفته انه داخل هذا البيروكسيزوم، داخل هاي الحويصلات، في انزيمات. الانزيمات وظيفتها تكسر مركب اسمه هيدروجين بيروكسيد H2O2، وهو منتج كباي برودكت من اي سيلولار بروسيس. وظيفتها تكسره لمي واكسجين بحيث انه يبطل ضار للبني ادم. طيب حكينا عن الميتوكوندريا، حكينا عن الكلوروبلاست، حكينا عن وظيفتهم. كيف يجن هذول؟ كيف فجاه صار في داخل كل خليه ميتوكوندريا؟ اذا كانت حيوانيه، اذا كانت خليه نباتيه بيكون في كلوروبلاست. إشي اسمه الاندوسيمبيونيك ثيري. خلينا نقسم الاسم. اندو يعني من الداخل. ليش الداخل؟ لانه الكلوروبلاست، لانه الميتوكوندريا داخل الخلايا. سيمبيونيك تكافلي، من كلمه علاقه تكافليه. شو يعني؟ لقينا او يعني من ملاحظه احد العلماء، مسكوا ميتوكوندريا كانت لحال، ومسكوا كلوروبلاست كانت لحال، ومسكوا بروكاريوتك سيل، خليه غير حقيقيه النواه او وحيده النواه، قارنوا بينهم لقوا انه في ستراكشرال سيميلاريتيز، يعني في تشابه بينهم. طب قال لك ليش هذول موجودات داخل الخلايا وهي بروكاريوت لحال؟ كانت واحده من النظريات المحطوطه اسمها الاندوسيمبيونيتك ثيري، بتقول لك انه اجت خليه بالعه من نوع يوكاريوت، حقيقية النواة، كان بدها مصدر طاقة. أما الميتوكوندريا والكلوروبلاست كان بدهم إشي يحتويهم،
فكانت زي ما تقول التكافل بينهم انه هاي الخليه ابتلعت الميتوكوندريا والميتوكوندريا صارت تعطيها طاقه وصارت الميتوكوندريا بحد ذاتها برضه تتغذى وصار فيها الدي ان اي تبعها ولقت شيء يحتويها وصارت جزء من اورجانيزم كامل. هاي هي الفكره. طبعا كيف انقسمت الخلايا لاحقا؟ بحسب الخليه اللي ابتلعت الكلوروبلا، الخليه اللي ابتلعت طبعا، بس ثواني هون نقطه لازم اعقب عليها، بروكاريوتيك سيلز او احنا ما دام حكينا عنهم بروكاريوتيك او بروكاريوتيك ان اوريجين زي ما يسمون، يعني اصلها كان بروكاريوت، انقسمت الى قسمين فوتوسينثيتيك ونون فوتوسينثيتيك، يعني بتصنع او لها عمليه تحليل ضوئي او غذاء من خلال اشعه الشمس ومن خلال الضوء بشكل عام فوتوسينثيتيك. اذا ابتلعت اليوكاريوت خليه بروكاريوتيك فوتوسينثيتيك بتصير كلوروبلاست، اذا ابتلعتها نون فوتوسينثيتيك بتصير ميتوكوندريا. بس هذا تعقيب سريع يعني على الموضوع عشان تفهموه بشكل افضل. طبعا بعد ما ابتلعتها صارت طاقة، صارت جزء من خلية، يعني صارت خلينا نحكي قسم متكامل بحد ذاتها. طبعا شو السيميلاريتيز اللي لاحظناهن بين البروكاريوتس والميتوكوندريا والكلوروبلاست؟ اول اشي انه فيها دي ان ايه. نعم اذا بتتذكروا المحاضرة الماضية شو حكينا؟ most of the DNA is in the nucleus. طيب most تعني انه في جزء او في قسم مش بالنوكليوس. وين هذا القسم موجود؟ في منه بالسيتوزول تلاقوه، وفي منه داخل الميتوكوندريا وداخل الكلوروبلاست. انفلوبت باي دبل ممبرين، اوتر لاير وانر لاير. برضو الميتوكوندريا الكلوروبلاست والبروكاريوتس واليوكاريوتس كلياتهم لهم هذا الدبل ممبرين والدبل عفوا ممبرين. ف هذول هن الملاحظات اللي لاحظناهن شفناهن بالخلايا وقلنا لا، الا ما يكون صار في شيء او الا ما يكون في حدث صار اللي دخلت منه داخل الخلية وصار هذا التطور كلياته. خلينا نمشي للميتوكوندريا بشكل أساسي، نحكي عنها بشكل منفصل وبعدها للكلوروبلاست بشكل منفصل. الميتوكوندريا هاي الصورة أنا ضفتها مقسومة قسمين، أوتر ممبرين أو بسموه سموث ممبرين. ليش سموث؟ طلالة جاي يعني ولا في أي تعرج ولا في أي شيء، سموث أملس. وإنر ممبرين، الإنر ممبرين هذا اسمه كريستا، له هذا الاسم وينقسم الى قسمين او له يعني داخله في الاشياء التاليه، الانتر ممبرين سبيس والميتريكس. الانتر ممبرين سبيس وهو انتر بين الانر والاوتر ممبرين. الانر ممبرين مش سموث، بتلاحظوا انه في طعجات، هاي هون مثلا تعرج، هون نفس الشيء، هون نفس الشيء، هون نفس الشيء، هون نفس. شو وظيفتها هاي كلياتها؟ تصنع مساحه سطح واسعه. هاي حكمة راح تشوف، هاي حكمة ربانية في الخلق راح تشوفوها أكثر لما تدرسوا الشابترات الجاية، وخصوصا آخر كم شابتر مادة البيولوجي. السمول انتستنس أمعاء الإنسان مش مستقيمة زي هيك، لا فيها تعرجات كثير 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 كثير. ليش؟ بتوسع مساحة السطح، هاي التوسع هاي التعرجات بصير أسهل امتصاص المواد داخل الميتريكس. وهاي الفكرة منها. متى راح تشوفوا هذا الكلام بتفاصيله وشكل دقيق جدا؟ على خير ان شاء الله لما تدرسوا بايوكيم الفصل الجاي، راح تستمتعوا جدا بالتقراوه. فالانتر ممبرين سبيس والميتوكوندريا ماتريكس، الميتابوليك ستيبس اوف ريسبيريشن بصير لهم. شو يعني ميتابوليك ستيبس اوف ريسبيريشن؟ مش حكينا انه في كريبس سايكل؟ كريبس سايكل هاي وين بتصير؟ بتصير بشكل اساسي بالميتوكوندريا. طيب مقسمه هاي الكريبس سايكل، شيء بصير بالانتر ممبرين سبيس، شيء بصير بالماتريكس، فوظيفتها انه يحتوي هاي الكريبس سايكل. طب شو راح ينتج عندي؟ اي تي بي. هاي هي الوظيفه الرئيسيه للميتوكوندريا. الامور بسيطه يا جماعه، حولوها بتهون. الكلوروبلاست كابتشر اوف لايت انرجي، شو وظيفتها؟ تحول اللايت انرجي اللي بوصلها وجود المي بيضة الى نيوترينتس وشوغر للنباتات. كلوروبلاست كونتين جرين بيجمنت كولد كلوروفيل. هاي نقطه مهمه. كلوروبلاست هي الخلايا او زي الميتوكوندريا بس لل ايش؟ للبلانت سيل او للبلانت سيلز. فيها صبغه، هاي الصبغه اسمها كلوروفيل. بس فيها الصبغه مشان تعطيها اللون الاخضر وخلصنا؟ لا، فيها الصبغه هاي وفيها انزيمات بتساعد على عمليه الفوتوسينثيسيس. هاي هي الكلوروبلاست. كلوروبلاست ار فاوند ان ليفز اند اذر اورجنز او جرين اورجنز. فانت لما تطلع شجره وتشوف اللون الاخضر اللي فيها اعرف انه هذا من الكلوروفيل. الكلوروفيل اللي وين موجود؟ بالكلوروبلاست. الكلوروبلاست شو وظيفتها؟ انه يصير فيه الفوتوسينثيسيس. شو وظيفه الفوتوسينثيسيس؟ انه يصنع لي طاقه. كيف بصنعها؟ من اللايت انرجي. هي عمليه كامله، يعني تطلعوا دائما للصوره الاكبر من الموضوع. هسه كلوروبلاست يعني تطلع هذا الاستراكشر تبع هذا هو
في عندهم رايبوزومز، في عندهم ستروما، في عندهم انر ان اوتر ممبرين، في عندهم دي ان اي زي ما حكينا مره، انتر ممبرين سبيس والثايلاكويدز. شو الثايلاكويدز هذولا؟ الثايلاكويدز ممبرين الساكس يعني صفن فوق بعضهم، بس احنا حكينا في كلوربلاست، صف الكلوربلاست فوق بعضهم صار عندك ثايلاكويدز. ممبرين الساكس ستاك تو فورم جرانوم، هاي ثايلاكويد، حطهم كلهم فوق بعضهم شو صار اسمها؟ صار اسمها جرانوم. الستروما هو الانترنال فلويد، مش كان في ساتيزول بالخلايا الحيوانيه، اسمه صار ستروما بالخلايا النباتيه. كلوروبلاست is one of a group of plant organelles called plastids. بلاستيدات شو يعني؟ مش حكينا في organelles بالخلايا الحيوانية؟ كل واحدة كان لها اسم بشكل عام. أما هون لما تقول plastids معناها plant organelles، مش لما تقولش organelles ويفكروها animal cells. بيروكسيزومز، أخيراً رجعنا للموضوع اللي يعني راح يدققوا عليه كثير كمان، راح تشوف إنه بالهستو مهمة، بالباثو مهمة، كثير مواد بيروكسيزوم تلعب دور كبير. Specialized metabolic compartments bounded by a single membrane، هذا كلام نظري كلياته. شو بتساوي peroxisomes؟ نرجع للعملية الرئيسية لها. هذا المركب اسمه هيدروجين بروكسايد، تمام، بس خلينا نشوف القرب ماله. هذا اسمه هيدروجين بروكسايد. الهيدروجين بروكسايد بيعمل كوارث، يعني ممكن يكسر البونز الموجودات بين الليبيدز، خلينا نحكي ممكن يكون في مركب كامل يتكسر بسبب وجود هيدروجين بروكسايد. تيجي البروكسيزومز تحتوي او داخل البروكسيزومز في شيء اسمه بروكسيديز انزيم. شو هذا البروكسيديز انزيم؟ يكسر الهيدروجين بروكسايد لاكسجين ومي، صلى الله وبارك. طبعا كيف صارت البروكسيزومز؟ ما في عندنا نظريه لحد الان زي الميتوكوندريا او زي الكلوروبلاست، لسه غير موجوده، لكن احنا بنعرف الوظيفه. بروكسيديز انزيم، هيدروجين بروكسايد بتكسر الهيدروجين بروكسايد، وظيفه البروكسيديز انزيم بنتج لي مي واكسجين. هذا سايتوسكيلتون. كلمه سكيلتون بتذكرنا بالإيش؟ بالسكيلت الموجود عند بني آدم. شو وضع السكيلت الموجود عند بني آدم؟ يحفظ شكلك. أنت بالنهاية لو تركنا العضلات لحالها بتصير يعني بطل فيه لك طول وعرض ارتفاع، خلاص بتصير زي كأنك ستركتشر 2D توقع على الأرض مرة واحدة. هاي هي وظيفة العظم أو السكيلت السيستم اللي بالبني آدم، يحتفظ بشكله، organize structure. فالسايتوسكيلتن هو له نفس الوظيفة، لكن حطوا قدامه كلمة سايتو كان صغروها على السل. هو نتورك اوف فايبرز. شو يعني نتورك اوف فايبرز؟ خلينا ناخذ هاي الصوره. طبعا هاي الصوره تبين يعني شيء غريب، انا مش عارف شو شايف قدام. شايفين هذا او لا؟ اللون الاحمر غير موفق، نجرب الازرق بالله يعني احسن. شايفين هذا؟ هاي حدود الخليه، حتى حدود الخليه تكون هون يعني تمشي مع الفايبرز هذول، هاي حدود الخليه. طيب شو الاشي اللي بعطي الخليه هذا الحد؟ الفايبرز اللي فيها. الفايبرز ثلاث انواع، وظيفتهن قبل ما نحكي عن الثلاث انواع، وظيفتهن يحتفظن بشكل الخليه، يمنع عنها من انه يصير لها اي كولابس. ثانيا اذا بدي انقل شيء من هذا الطرف بالخليه للطرف الثاني، في عندي طريق بيعتمد هذول الفايبرز. فهي هي وظيفتهن. شو صارت وظيفتهن؟ انهن ينقلن الاشياء من طرف الخليه الى طرف اخر. والثانيه او بشكل رئيسي عفوا، هاي الاولى انهن يحتفظن بالستركتشر تبع الخليه، الثانيه انهن ينقلن المواد خلال الخليه. ثلاث انواع: مايكروتوبيولز، مايكروفيلمنتس، وانترميديت فيلمنتس. طبعا من التصفيط خلينا نحسبك انت. المايكروتوبيولز از ذا لارجست ان دايمتر، يعني اكبر واحده فيهن. المايكروفيلمنتس من كلمه مايكرو فهي الاصغر، والانترميديت فيلمنتس انترميديت معناها متوسط، فهي جاي بنص الترتيب. التوبيول اكبر من الفيلمنت، هذا هو يعني بتسهل عليكم هاي المعلومه. التوبيولز اكبر من الفيلمنتس. رولز اوف السايتوسكيلتون سبورت اللي حكينا عنها، تحفظ ستراكشر الموتيليتي، ستراكشر الانتجريتي، يعني انها تحتفظ بشكل الخليه، والموتيليتي التنقل او خلينا نحكي جهاز المواصلات داخل الخليه. ايش هو السايتوسكيلتون؟ في شيء اسمه موتر بروتينز. البروتينات لهن سبع وظائف بشكل اساسي: موتر سكريت عفوا موتر ترانسبورتنج بروتينز تلاقيها على جدار الخليه، وظيفتها تدخل المواد تطلعهن. في بروتينز الهم برضه نوع من شغل الانزيمز مثلا ريجيليشن. في كثير بروتينات، واحد من هذول البروتينات او واحد من وظائف البروتينات اسمه موتور بروتينز. شو وظيفة هذا موتور بروتين؟ ينقل اشياء من طرف واحد من الخلية الى الطرف الثاني. طب كيف يعني الموتور بروتينز؟ مش هذا الاستركتشر كلياته، بس شايفين هذا هو هذا الاشي اللي له جرين، هذا هو الموتور بروتين. وظيفته انه يمسك فيسيكل، حوصلة هاي او حويصلة. هاي الحويصلة فيها إشي معين، خلينا نحكي إنزيم أنا بدي أنقله من طرف إلى طرف ثاني في الخلية، فبحط هذا هو عفوا هذا الفايبر.
بركب عليه هذا الموتور بروتين، بركب على الموتور بروتين الحويصرة اللي بدي أنقلها، وبخلي الموتور بروتين يمشي على طول الفايبر هذا اللي بوصل من أطراف الخليل، فهيك بيكون عمل وظيفته. هذا الجدول مهم، خليني أشرحه بشكل بسيط وخلينا يعني نمشي فيه بشكل عام. برجع بذكر لك الثلاث أنواع: المايكروتوبيولز، المايكروفيلمنتس، والإنترميديت فيلمنتس. مايكروفيلمنتس لها اسم ثاني أكتين فيلمنتس، وهي نصيحة، أي اسم بتشوفه بين قوسين اعرفوا أنه دكتور راح يتمدوا الامتحان أكثر من الاسم الطبيعي للمادة. يعني مايكروفيلمنتس لها اسم ثاني أكتين فيلمنتس، الأكتين فيلمنتس شايفينه بين قوسين، هذا يعني أنه إذا يجي الامتحان غالبا راح يكون واحد من الخيارات اسمه أكتين فيلمنتس، احفظوه الثنتين، موضوع سهل يا جماعة. أكتين فيلمنتس ومايكروفيلمنتس. خلينا نرجع للوظيفة بشكل عام مرة ثانية. المايكروتوبيولز the thickest، الأكبر من ناحية القطر. أما the thinnest هو المايكروفيلمنت، التوبيولز أكبر من الفيلمنتس، معناه فيه الثنتين كلمة مايكرو. الانترميديت متوسطة، من كلمة انترميديت. هسا المايكروتوبيولز من إيش مكونة؟ من دايمرز، داي يعني اثنين، مرز يعني مكونات بناء، زي خلينا نحكي طوب مثلا هو مكون بناء للبيوت. الدايمرز هذولا هم وحدتين البناء لهذا المايكروتوبيول. طب شو وحد البناء للمايكروتوبيول؟ الألفا والبيتا، هذول هم، اجمع الألفا والبيتا، ألفا توبيولين وبيتا توبيولين، اجمعهم مع بعضهم صار عندك التوبيولين دايمر. التوبيولين دايمر هذا بصنع لك المايكروتوبيول. شو وظيفتهم هذولا؟ وظيفتهم انهم يحتملن، اول طبعا اول وظيفة دايما لهذول الثلاث اشياء ايش هن؟ السلشيب يحتفظ بالشكل، ثانيا يحتمل الكمبريشن الضغط عليهن، يعني هاي هذا هو المايكروتوبيول، يتحمل الضغط للداخل، يتحمل الضغط يعني لما تضغطه، هاي الالفا والبيتا دايمرز او الالفا توبيول والبيتا توبيول بتحمل هذا الضغط. طيب وين بتشوف هذا الحكي؟ لما تيجي الكروموسومات تنقسم، خلينا نشرحها بشكل اكبر شوي، وهذه الصوره ممتازه، خلينا نرسمها عشان نشرح التتابع معها. هذا كروموسوم، طبعا اعذرون يعني انا مش رسمي مش كثير قوي، لكن الفكره منه ان شاء الله تكون واصله. يعني هذا كروموسوم، لما تيجي خليه تنقسم تقسم كروموسوماتها معها اكيد، فبدي ايش يقسم هذا الكروموسوم؟ باجي بوصل فيلمنت برأس الكروموسوم من هون، فيلمنت ثاني برأس الكروموسوم من هون، شايفين هذول الاثنين فيلمنت؟ هذول مايكروتوبيولز. طب بدي إشي بالنص أمسكهم، بمسك بحط هون فيه مثلا بروتين، هذا البروتين له اسم اسمه سنتروزوم، سنترو لأنه بالنص، بجمع المايكروتوبيول اللي هون والمايكروتوبيول اللي هون، وبرضه على الطرف هذا هي مايكروتوبيول وهي مايكروتوبيول وهي سنتروزوم ثاني. طبعا هسه أنا باجي بدي أفصل هذا الكروموسوم اللي قدامي، كيف بفصلها؟ مش انه السنتروزوم تحرك لورا، لا، المايكروتوبيول فيلمنتس بقصرن، فبسحبن هذا الجزء من الكروموسوم كامل لهي الجهه، وشو بصير شكله؟ بصير هذا الكروموسوم وهذا الكروموسوم، والمايكروتوبيول فيلمنت تكون قصرت، السنتروزوم بضل واقف محله. هاي الفكره، كون يعني برضو زي ما قلنا ما يفرج على ورا، هي بس تنقسم بهذا الشكل. بعدين تيجي الخلية بسكر السيتوبلازم وبتأخذ حصتها من الكروموسومات وتطلع مروحة. هاي هي يعني هذا اللي حكيته أنا زي ما تقول تريلر لشو راح تأخذوه بالشابترات الجاية، لأنه هذا موضوع موجود فيه. طيب نرجع للمايكروفيلمنتس، أكتين فيلمنتس. متى لما نقول أكتين من التوجيه، أنا أتذكر كان في الأكتين فيلمنتس وين موجودة؟ بالعضلات. طب العضلات شو وظيفتها؟ contraction. فشو الاشي اللي وظيفته، شو صار في عندك وظائف للاكتين؟ اول اشي maintenance of cell shape، هاي وظيفة كل الفيلمنتس الموجودات قدامكم، وانه يتحمل muscle contraction، انه يكون موجود بالعضلات. فهو اصلا من اسمه actin filaments، معناته ايش المادة المكونة له؟ actin subunits. الintermediate filaments maintenance of cell shape وanchorage of nucleus and certain organs. يعني مش هسه في اشي بيخلي النوكليوس يظل موجود في ثابته في مكانها، هاي وظيفه الانترميديت فيلمنتس. طبعا من ايش موجود؟ هو زي ما حكينا هو المتوسط جاي بالنص بينهم، يعني بين الحجم، فنرجع نراجعها مره ثانيه، من بين الحجم، او لو قال لك صنف لي اياهم حسب الحجم. شو الاول واحده؟ التوبيولز، المايكروتوبيولز. ثانيه انترميديت فيلمنت. ليش انترميديت اجت بالنص؟ لانه انترميديت معناها متوسط، والاخيره هي مايكرو فيلمنتس.
فهذا هو التصنيف حسب الدايمتر له. وحكينا بشكل عام عن وظيفة الانترميديت فيلمنتس. وإذا سألك عن إيش المكون الرئيسي له فهو الكيراتين. الكيراتين هو بروتين لكن يسموه ستركتشرال بروتين، زي ما حكينا البروتينات لها أكثر من وظيفة، واحد من وظائفه هو الستركتشر برضه. الكيراتين بروتين برضه ممكن سمعت عنه، موجود بالشعر، موجود بالأظافر الكيراتين. فبعطي بس ستركتشرال انتجريتي للانترميديت فيلمنتس. المايكروتوبيولز رجعنا طبعا هسه بعد ما حكيناها وكانت هاي الصورة موجودة شرحت عليها، راح تشوفوها مذكورة بشكل سريع هون كمان. فالمايكروتوبيولز هولورودز حكينا هن أكبر إشي بالديامتر، وظائفهم شيبينج سيل، جايدينج موفمنت أوف أورجانيز، سيبريتينج كروموزوم. هاي هي الوظيفة حكيت عنها، سيبريتينج كروموزوم، شيبينج أوف ذا سيل حكيت عنها أكثر من مرة، جايدينج موفمنت أوف أورجانيز. راح تشوفوا لقدام إنه في أورجانيز اسمهم سيليا وفلاجيلا، هذول بتحركن. طب كيف بتحركن؟ لأنه في مايكروتوبيولز بصير لهم كونتراكشن وبعدين برتاحن، بعطن الموتيليتي، موتيليتي معناها حركة للأورجانيل هذا. السنتروزوم والسنتريول حكينا عنها الموجودات، يعني المايكروتوبيولز grow out of the centrosome. نرجع لهاي، مش حكينا هذا سنتروزوم، حكينا هذا مايكروتوبيولز، هو بالأساس بيكون هيك، هذا سنتروزوم بيطلع منه مايكروتوبيولز عشان يرتبطهم بالكروموسوم اللي موجود بالنوكليوس ويعمل هذا السيبريشن. فالسنتروزوم has a pair of centrioles with 9 triplets of microtubules arranged in a ring، يعني بيكون شكلها حلقي و9 triplets، تربلتس يعني ثلاثات وتسعة يعني تسعة، هذا هو المعنى منهن. كيف بيكون الترتيب تبعهن هذول الثلاثات التسعات؟ بشكل حلقي، دائرة أو رينج. سيليا انفلاجيلا، سيليا انفلاجيلا هذول وظيفتهن إيش؟ يتحركن. طب شو اللي بعطيهن حركة؟ المايكروتوبيول. الوظائف جدا مهمة يا جماعة. مايكروتوبيولز كنترول ذا بيتينج أوف فلاجيلا أند سيليا. مايكروتوبيول containing extensions that project from cells. شو يعني هذا الحكي؟ هذا هو اللي قدامي اسمه فلاجيلا. شو الفلاجيلا؟ الجزء اللي بيتحرك منها، هذا مثال عليه سبير، هذا الحيوان المنوي للبني آدم. شو اللي بيتحرك فيه؟ هو الفلاجيلا. طيب الفلاجيلا هاي اللي هو هذا الجزء كيف بتحرك؟ كيف بخلي السبير يمشي لقدام؟ من خلال انه صار في contraction للمايكروتوبيولز فبتحرك لقدام. هسه الفلاجيلا ثابتة في مكانها لكنها بتحرك الأشياء، ما هذا هو يعني هي قاعدة. بس الفلاجيلا هون، يعني شو قصدي ثابتة في مكانها؟ إنه الفلاجيلا هون مستحيل تلاقيها مشيت لهون بعد أسبوع مثلا، لكن هي تتحرك بحركة يعني خفق. هاي بسموها باور ستروك وريكفري ستروك. يعني مثلا كانت زي هيك، شو بده يجبر هذا الطرف يجي لهون؟ هذا بسموه الباور ستروك. طيب وصل لهون صار شكلهم زي هيك، شو بده يجبر يرجع لمحله؟ بسموه ريكفري ستروك. بس بشكل عام يعني هاي حكي عام الموضوع. فشو اللي بتحكم بحركة الفلاجيلا والسيليا؟ المايكروتوبيولز. طبعا هن يعني زي ما حكيت لكم لهم اختلافات، يعني مش انه والله السيليا بتحل محل الفلاجيلا. مثلا السيليا وين موجودة بالبني آدم؟ في مكان القصبات الهوائية. ليش؟ انت تنفست شيء معين مثلا او استنشقت شيء معين، غبرة. طيب شو اللي خليك تقح او يعني او الكافينج موشن شو وظيفتها؟ برضه من وظائفها انه السيليا الموجودة تطلع الغبرة اللي انت استنشقتها برا رئتيك. طيب الاستراكشر، الستركتشر يا جماعة بتحكي عن الفانكشن، هاي موضوع مهم. يعني انت متطلع على الستركتشر وتشوف تقرأها بشكل كويس شبه او تقريبا تعرف الفانكشن. احنا شو حكينا؟ انه مايكروتوبيولز. طب المايكروتوبيول حط لي حواليها بلازما ممبرين، حط لي بروتين حركي اسمه داينين. شو يعني بروتين حركي؟ يعني موتور بروتين. وين الصورة؟ هيها بشكل اساسي. هذا مايكروتوبيول، لا عفوا اللون برضو مرة ثانية غير مناسب، بقدر أرجع. هذا اللون الأزرق، خلينا نجرب. هذا مايكروتوبيول، هذا مايكروتوبيول، هذا مايكروتوبيول ثاني، وهذا مايكروتوبيول ثاني. شو اللي بربط بين كل اثنين أو 2 pairs مع بعضهن؟ بروتين حركي اسمه داينين. هذا البروتين الحركي بعطي، خلينا نقول الماتور اللي بالموضوع هذا كله يعتبر. شو وظيفته؟ إنه لما يصير أي contraction أو أي حركة بطلبها أنا، بصير في بندنج لهذول الداينينز، تتحرك معاها البلازما او عفوا مش البلازما مبرين، المايكروتوبيولز. تحركت المايكروتوبيولز صارت عندي او نشأت عندي حركة. طبعا هذا الارنجمنت تبعهم بسموه 9 و2. شو يعني 9 و2؟ هون في 9 مايكروتوبيولز، النص في 2 مايكروتوبيولز يسمون سنترال مايكروتوبيولز، وبين كل مايكروتوبيول في ايش؟ داينين. الداينين زي ما حكينا له اجرتين. فكيف بتحرك؟ بحط اجر على المايكروتوبيول وبرفع الاجر الثاني، بصير بيندينج موشن، بتحرك يعني زي كانك تدفش اشي باجرك، راح تحرك انت كمان.
تخيلها لكل دايره موجود في هذه الحلقه راح تتحرك كلياتها، بعدها تتغير الاجزاء وهكذا. المايكرو فيلمنتس، الاكتين فيلمنتس، فبشكل اساسي الموجودات هذول كونهن مايكرو فيلمنتس اكتين فيلمنتس، كان موجودات بالبني ادم، موجودات بالعضلات. مكان ثاني موجودات فيه هو المايكروفيلاي اوف انتستينال سيلز، وهذا يشابه المثال اللي طرحته مره عن المساحة السطح تبعت ال عفوا الميتوكوندريا. شو يعني مساحة السطح؟ شو دخل الموضوعين في بعضهم؟ هسه احنا كبني ادم، احنا كبني ادمين في عندنا سمول انتستنس، امعاء دقيقة. شو وظيفة الامعاء الدقيقة؟ انها تمتص كل شيء بيدخل للمعدة من نيوتريانس، حتى الادوية احيانا بيتم امتصاصها من خلال، او مش احيانا، بالغالب بيتم امتصاصها من الاحياء من الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة مش مستقيمة زي وانه خلص والله هون بصير امتصاص وهون بصير امتصاص وبس، لا، الامعاء الدقيقة شكلها زي هيك، تعرجات 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 تعرجات. ليش؟ بس هذا يعني مثلا تخيلها كالتالي، حبل طوله 6 متر لفوا على بعضه زي هيك، قديش ممكن طوله ما يتجاوز 30 سنتي، نفس الشيء بصير الامعاء الدقيقة. انت حطيت هاي التعرجات، او ربنا خلق فينا هاي التعرجات عشان تمنحنا مساحة سطح هائلة تخلينا نقدر نمتص المواد الغذائية وال بروتينات الأدوية حتى إذا احتجناها. فهي هي فكرتها. هسا دي فورما كورتكس جست انسايد ذا بلازما ممبرين، يعني داخل أي بلازما ممبرين طلع عليهم بتلاقيهم يعني متحوصلات على بعضهم مساوية زي القشرة حولها. فهي هي وظيفتها. طبعا هو كيف مبني هذا الأكتين فيلمنت؟ مش إنه والله خط واحد ولف حاله زي هيك، لا، هم خطين ملفوفات على بعضهم، بسموهن التويستد دبل تشين. فيعني ما لهم لطيف. هسا في عندنا مايوسن وفي عندنا أكتين، هاي أكتن. طبعا لما قلت مايوسن وأكتن شو أول إشي رجع لبالكم؟ العضلات. المايوسن والأكتن هم اثنين برضو فيلمنتس، المايوسن بيكون أكبر من الأكتن. شلون بتحركين مع بعضهن؟ في طريقة تناغم بينهن، إنه لما يصير في أي كونتراكشن للعضلة، لما تشد العضلة المايوسن بقطع خطوط الأكتين أو بتحرك من خلالهن، فبصير في عندك الكونتراكشن للعضلة. الكونتراكشن هذا بيعطي قوة للسكلت المسل اللي عندك، من خلاله بتمشي مثلا أو تتحرك. فهي الفكرة منها. خلينا بس نقرأ نقطتين هون. cells crawl along a surface by extending pseudopodia and moving towards them. خلينا نرجع هون للإنترو. شايفين الإنترو المهمة، أو شايفين التكافل بين مواد الطب كلياتها ما بتكون موجودة بالمواد اللي زي هيك. pseudo كاذب، الأو واصل يعني كواصل، podia قدم، pseudopodia القدم الكاذبة. شو يعني قدم الكاذبة؟ هسه في خلايا لما تيجي تمشي ما لها أقدام، أو بشكل عام الخلايا كلها ما لها أقدام، فلما تيجي تمشي تنقل وزنها على منطقة معينة. خلينا نحكي مثلا هاي كان برضه هون، خلينا نختار اللون الأحمر مثلا. هاي الخلية كان هيك شكلها، بدها تمشي لقدام، بس شو بتعمل؟ تنقل وزنها على هاي المنطقة، بيطلع cellular extension زي يعني زي كأنه بتمد جزء منها. شو بصير لما توصل لهاي المرحلة؟ تنقل وزنها على الجهة الثانية، فبترجع تتقلص لهون مثلا، أو يعني بتمشي لقدام بشكل عام. كيف هاي الحركة كلياتها بتصير؟ ما في أكتن نتورك بيناتهم، في يعني في انترميديت فيلمنتس، ماكرو فيلمنتس عفوا، فبتحرك اللي قدام. بس هي تحركت، بس ما في أقدام حقيقية، لكن هي أقدام كاذبة صنعتها هي من خلال الويت ديستريبيوشن، من خلال الأكتن فيلمنتس أو المايكرو فيلمنتس. سايتوبلازم اكستريمينج، هسا احنا السايتوبلازم شو حكينا؟ السايتوبلازم هو سائل شبه، يعني هو مش سائل تماما، يعني هو فيه له برضه شوية، خلينا نحكي جيلي، موجود داخل الخلايا. هذا بتحرك داخل الخلايا كلياتها مشان يوصل اي نيوترينت موجود او اي شيء معين بدك توصله داخل الخلايا، بتوصله من خلال عمليه اسمها السيتوبلازميك ستريمينج. هاي الخليه شو اللي بنظمها؟ المايكروفيلمنتس. وهذا صوره عليها، انه شايفين كيف السيتوبلازم بيكون مثلا اللي بيكون هون تحرك لقدام، بعدين تحرك لقدام، بعدين تحرك لقدام، بعدين بلف اللف وهكذا. يعني الانترميديت فيلمنتس اخر جزء من الفيلمنتس، وبعد راح نحكي عن البلازماتا بالبلانت سيلز والسيل جنكشن. طبعا شايفين من هاي الجزء قدام، فمو كويس لانه نفسه راح ينحكى بالهيستولوجي، اللي بيفهمه بالبيولوجي بريح على حاله كثير وقت بالهيستولوجي اللي قدام الفصل الجاي ان شاء الله. نرجع للانترميديت فيلمنتس، وحكينا عن وظائف الانترميديت فيلمنتس، واحده منهم ايش؟ انه كيبس ذا نوكليس او كيبس اورجانيلز ان بليس، فدي سبورت ذا سيل شيب اند فيكس اورجانيلز ان بليس، وبيحافظ على الاورجانيلز في مكانهم برضه. الاكسترا سيلولر كومبوننت اند كونكشن بتوين سيلز هيب كوزينيت سيلولر اكتيفيتيز. شو معناه هذا الكلام؟ الخلايا مش مستقله عن بعضها، كل خليه لها حدودها اكيد، بس في تواصل بينهم دائم. ليش؟
لأنه أنا مثلا بدي أنقل النيوترينت مني إلى خلية ثانية، أو بدي أصنع أنا والخلية جدار مش أي شيء يفوت بيننا يخربنا مثل waste products. فمشان هيك في عنا أول إشي cell wall أو plasma membrane لكل خلية، ولاحقا بصير في عنا junction بين الخلايا. فطبعا معلومة ثانية برضو أنه معظم الخلايا أو معظم المواد تصنعها الخلية بتطلع لها plasma membrane. فإذا خلية مثلا طلعت كل شيء فيها للبلازما ممبرين، وكان مثلا خلية نقول طلعت الدي ان اي تبعها، فجرت الخلية بشكل عام مثلا، طب ما هو ما بزبط هاي الكونتنتس اللي جوا تطلع برا، فمشان هيك في لنا بلازما ممبرين. طيب خلينا نشرح معلومة أكيد شفتوها باللاب، هسه رح تشوفوها أكثر بالبايو. السيل وول والبلازما ممبرين هن أمرين مختلفات بشكل عام. السيل وول والجدار الخلوي، هذا السيل وول وين موجود؟ تلاقيه بالخلايا النباتية. ليش؟ لأن الخلايا النباتية في دائما حواليها مي، فبدك إشي يحتفظ بالرجيديتي تبعتها وما يسمحش للمي تدخل مشان ما تفقع الخلايا. فبكون في الخلايا النباتية جدارين حماية، السيل وول والبلازما ممبرين. بالمقابل أنت كبني آدم أو بشكل عام معظم الخلايا الحيوانية ما إلها سيل وول، السبب إنه ما في إله حاجة، فصفى عنا بس البلازما ممبرين. شايفين هذا الاختلاف بين السيل وول وبين البلازما ممبرين؟ سمح لنا نخلق فئة جديدة من الأدوية بتهاجم السيل وول ما بتهاجم البلازما ممبرين. ليش بتهاجم السيل وول ما تهاجم البلازما ممبرين؟ أو شو الفائدة للبني آدم؟ أنت كبني آدم ما عندك بلازما ممبرين، ما عندك سيل وول عفوا، فلما تأخذ الدواء ما بتأثر أنت، لكن أي مايكرو أورجانيزم داخلك عنده سيل وول بتأثر. هاي هي إحدى الأفكار اللي بتشتغل عليها مضادات الحيوية. السيل وول أوف بلانتس بالبروكاريوت والفنجاي وسمسو يونيسيلولر protects it, maintains its shape, and prevents excessive uptake of water. طبعا انا بشرح المعلومه وبرجع بقراها مشان لما تقراوها بالتفريغ تعرف تربطوها مره واحده. شو السيل وول؟ ايش مكوناته؟ يعني هل هو بس طبقه واحده وخلصنا؟ لا، برايمري وميدل لامينا وسكندري سيل وول. البرايمري سيل وول بيكون شيء يعني لطيف، يعني خفيف لطيف، ما له كثير، حتى بيكون هو الثقل تبع السيل وول. السكندري هو بين البلازما ممبرين وبين الميدل لاملا والبرايمري سيل وول. خلينا اذا نرسمها كالتالي، هاي البرايمري، هاي اللاملا، طبعا لا يعني لانه خط مش مستقيم، اللي هن الثنتين ثن لايرز، بعدين السكندري هذا بيكون بينه وبين البلازما ممبرين موجود. انيمال سيلز لاك سيل وول، بس شو عندهم اشي ثاني يحميهم غير انه موجود عندهم بلازما ممبرين؟ عندهم اكسترا سيلولار ماتريكس، ماتريكس خارج الخليه اكسترا سيلولار برضه بيحميهم من هاي الاشياء. هذا الاكسترا سيلولار ماتريكس شو مكوناته؟ في كولاجين وفي بروتوغلايكانز في فايبرونكتينز. طبعا مشان تعرفوا اللي قدام مثلا بروتيو وغلايكان، بروتيو او بروتي من بروتين، غلايكانز من سكريات، في ايش بالنهايه بتصفي بروتينات سكريه. هذا الاكسترا سيلولار ماتريكس في له وظائف عده، منها انه يحميك من الخلايا الخارجيه. شو مكوناته؟ الكولاجين والبروتوغلايكانز حكينا عنهم والفايبرونكتين، العلم فايبرو من فايبروجين او يعني من خلال فايبرز، النكتين هو مركب كيميائي، فهيك بتصير المسميات عندهم يعني. اي سي ام بروتينز بايند تو ريسبتر بروتينز ان ذا بلازما ممبرين كولد انتجرنز. هسه الاي سي ام هذا بده يرتبط بالريسبتر بروتينز اللي موجودات وين؟ بلازما ممبرين. ليش بيرتبط؟ مشان يكون في تفاهم بينهن. شو اسم البروتينات اللي بتربط بين الاي سي ام والبلازما ممبرين؟ انتجرنز. شو وظيفة الانتجرن؟ الانتجرن هو بروتين بعبر الخلية، بعبر جدار الخلية كامل، يعني مثلا تلاحظوا هذا هو بلازما بروتين، هذول هن انتجرنز. تلاحظ الانتجرنز بتمر بكل جدار الخلية، مش انه والله بس توقف هون او بس توقف هون، لا بتمر بكل جدار الخلية. ليش؟ عشان تسمح بدخول اي شيء بالاي سي ام حب يدخله جوا الخلية بيقدر يدخله من خلالها. انتجرنز سبانز ذا هول بلازما ممبرين، مشان هيك اسمه انتجرنز اصلا. اي سي ام كان ريجوليت سيل بيهيفير باكوميونيكيتنج يا ساتر كوميونيكيتنج وذا سيل ثرو انتجرنز زي ما حكينا فيه. نرجع للسيل جنكشن، أولا والله ثواني في معلومة أنا حابة ذكرتها بالاستروجي وحابة أرجع أعقب عليها كمان بالبايو. طبعا تلاحظوا أنه في معلومات مكررة بين البايو وفصل الجارة، تلاحظوا بالسل الاستروجي، فافهموا من هسه عشان ترتاحوا بعدين. ميكانيكال سيجنالينج may occur through cytoskeletal changes that trigger chemical signal in the cell. شو يعني؟ هسه مش في البني آدم كلياته كيمي،
طب بالنهايه لازم يكون في شيء ارتبط بشيء مشان اسوي هاي الكيمياء. احدى الاشياء هو مثلا انتجرينز، علاقه الانتجرينز بالبلازما ممبرين والسيتوس كيرتين. بعطي امر من خلال مواد كيميائيه بخليها تعطي امر للسيتوس كيرتين انه يعمل الشيء الفلاني، مثلا انه يفتح البلازما ممبرين عشان ندخل معلومه او عشان ندخل نيوتريينت او عشان نطلع ويست. سيل جنكشن، جنكشن او يعني سيل جنكشن معناها تلاحم ترابط تراص الخلايا مع بعضها. فالفكره منها وين؟ احنا زي ما حكينا انه مش كل الخلايا بتعيش لحالها، الخليه معظم الاشياء اللي بتصنعها مشان تطلعها للاكسترا سيل عشان تطلعها لبرا الخليه. فالسيل جنكشن هو إشي بربط بين خليتين مجاورتين، وظيفته يعمل كوميونيكيتنج شانلز بتوين ذم، بحيث يقدر يتفاهم مع بعضهم من خلال ايش؟ دايركت فيزيكال كونتاكت، يعني في تلامس حقيقي بين الخلايا. السيل جنكشن هذا وين موجود؟ بالانيمال سيلز. طب شو اسمه بالبلانت سيلز؟ بلازديوس ماتر. هاي هي وظيفته. بس ليش او عفوا حتى ممكن يعني برضه السيل جنكشن مش بس موجود محتكر على الانيمال سيلز، بس لان البلازديوس ماتر فيها ايش كمان؟ او بلازديوس ماتر موجود بالبلانت سيلز. شو في البلانت سيلز؟ السيل وول. فمشان هيك احتاجنا برضه شيء يجمع بين السيل وولز مع بعضهم اسمه بلازديوس ماتر. تايت جنكشن، ديزموزومز وجاب جنكشن، هذول مهمات بيجي علينا اسئله بالبايو، بيجي علينا اسئله بالهيستو، بيجي علينا كل مكان اسئله. تايت جنكشنز يعني وظيفتهم يربطن الخلايا بحد بعضهم بحيث انه يمنع اي شيء يدخل او يخرج. بريفنت ليكج اوف اكسترا سيلولار فلويد. ديزموزومز انكرنج جنكشنز بس بربطهم مع بعضهم بخليهم سترونج شيت. هذا بفيدك وين مثلا؟ خلينا نحكي بخلايا الجلد اذا تاخذها كمثال. جاب جنكشنز كوميونيكيشن يعني بيفتح قنوات تواصل بين كل الخلايا مع بعضهن بحيث انهم نقدر نشتغل سوا ويصنع اللي بدنا اياه. وبهيك يا جماعه بنكون خلصنا المحاضره، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اذا عندكم اي سؤال لا ترد تبعثوا لي، وان شاء الله نشوفكم على خير وبالتوفيق يا رب.